انا شايف يا فوفا انهم ناس مبسوطين قوي، بس مش الارستقراط. الهرجله اللي موجوده هنا بتقول كده. يعني احنا الارستقراط المهم انهم ناس محترمين ومبسوطين. على رايك، اديك شفت اللي اصله الارستقراطي اتطرد ازاي. فوفا ايه رايك؟ شايفه انهم ناس كويسين، والبنت حلوه وعندها كرامه وليها شخصيه. تمام قوي. طب انا هسيبكم بقى عشان اقعد شويه مع الطيب وهبه. انا شايف ان تامر متحمس قوي. يا ريت على الاقل انا بابا نطمن عليه، بس على الله هو كمان يعجب ست منار. بس يا دناي كفاياكي عياط بقى يا منار. معقول يا ماما؟ كله كدب كده، كله كدب. لا ولا قوة الا بالله. بس يا دناي هاتي نفسك، يلا انزلي كده وفرفشي وصلحي مكياجك وانزلي اقعدي هيصي مع صحباتك. والله يا منار انا لو اعرف ارحب بالضيوف زيك كده كنت نزلت، بس خايفه اكسفك مع صحباتك. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ بس مفيش واحده فيهم عندها ام زيك، وبعدين بقى انا مش نازله من غيرك. منار انت فين يا بنتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عبيطه ولا ايه؟ وبعدين ده انسان تافه. خلاص انا هصلح مكياجي وهنزل مع ماما دلوقتي. يا حبيبتي انت لازم تنسيه، وبعدين احمدي ربنا ان ربنا كشفهولك. بقول لك ايه، انت بعد كده بقى ما تحكميش على ناس من مظهرها وبس. ما خلاص بقى يا هبه، انت شمتانه فيا ولا ايه؟ عيب كده يا منار. انا الله يسامحك. معلش يا هبه انا اسفه، اكيد انت عذراني طبعا. ولا يهمك، انا مستنياكي تحت عن اذنكم. اتفضلي يا بنتي. يلا يلا روحي صلحي مكياجك وانزلي. يلا حاضر. يلا حبيبتي. طيب بالله يا ربي. سبحان الله يا ابني، بقى انت تبقى ابن فريد بيه البوي ده. دلوقتي حضرتك بيقولوا له فريد باشا. معلش سامحني، انا اصلا اعرفه وقت ما كان بيه، يعني هو كان في الوقت ده ما شاء الله كان في سن يعني عقيد يعني. بس يا ترى لو انا فكرته بحضرتك هيفتكرك؟ لا ما افتكرش، لانه انا يعني القضية كانت بالنسبة لي قضية صغيرة وأنا كنت فيها مجرد شاهد، لكن السيد الوالد بقى ما شاء الله هو كان عنده وقتها ملايين القضايا. عموما أنا سعيد جدا بمعرفة حضرتك يا حاج منصور، وسعيد أكتر بمعرفة الطيب. أنا أسعد يا تامر، متشكر على جميلك. الدنيا اتملت قلالات زمة ونصابين. بس يا عمي معتز مش نصاب، ده ضحية. معتز صاحبي من زمان. كل ده ومش نصابين؟ أبوه ضيع كل الفلوس اللي حلتهم على القمار، وكان هيتسجن لولا بابا انقذه، وللاسف مش قادرين يصدقوا ان هما بقوا مفلسين ومديونين. يقوموا يتحولوا لنصابين. للاسف كمان يا عمي عندهم احساس ان هما قادرين يسددوا تمن اي حاجه ياخدوها وببساطه، ولولا ان عم معتز واقف معاهم كان زمانهم اتفضحوا من زمان. الحمد لله اللي ربنا بعدهم عننا، وكفايه عليهم شويه البضاعه اللي خدوهم. انا هبه حكيت لي على كل اللي حصل. انا متشكره قوي يا تامر يعني انك ساعدتني في كشف معتز. والله يا منار ده صعبان عليا، انا عملت كده بس عشان يفوق. طب مش تقوم نطفي الشمع بقى وكفايه نكد. الله مستعجلين على ايه؟ بس سيد الوالد خلاص مشي وسابك لينا. يا انكل احنا ورانا مذاكره، مش فاضيين زي الطيب وتامر. لا ده عذر مقبول طبعا، نقوم نطفي الشمع. اتفضلوا. اتفضل يا جماعه نت الشمس. اتفضل. منور انا اسف جدا طبعا ما كنتش عامل حسابي يعني، فتسمحي تقبلي مني الهديه دي، سلسله مفاتيح. انت عايزني اشيل ذنبك بقى ومفاتيحك تضيع؟ عموما انا هاخد سلسلتك وهبقى اديك سلسلتي. كل سنه وانت طيبه. يا معلم نص مليون جنيه في الوقت ده مبلغ كبير قوي. والله براحتك يا سعاده البيه، لو انت مش قادر ممكن نوقف المباني لغايه ما ربنا يسهلها عليك وعلينا. انا كنت فاكر ان لما اخلص من حكايه الخرسانه دي خلاص دماغي هترتاح بقى وكل شيء انتهى. ما هو الخرسانه يا باشا هي اهم حاجه، واحنا والحمد لله عاملينها مية مية، بس لابد ان احنا نقفل المباني عشان نخلص شغلنا يا سعاده البيه. يا عالم انتوا مستعجلين على ايه؟ هي المنطقه لسه عمرت. تعمر بحسك يا سعاده البيه. المهم هنشطب المباني ولا تستلم هيكل خرساني؟ وبعدين في الاول والاخر انت حر، انا ماليش دعوه. خلاص كمل، وانا ان شاء الله هروح الشركه اسلمهم الشيك ابو نص مليون جنيه. ماشي يا سعاده البيه، استبينا يا سعاده الباشا بالاذن يا بيه. مع السلامه يا معلم. مع السلامه. انا لسه وشرفت.
هجيب نص مليون منين دلوقتي؟ ولسه بقى عبال ما المول يكمل محتاج له 2-3 مليون كمان. ظهر ابويا كان عنده حق، ده مشروع سابق لاوانه بعشر سنين. يلا لموا الكوبايات دي وحطيها في البوفيهات، خلي بالك دي كريستال. حاضر. والهدايا دي تتحط في اوضه الانسه منار. حاضر. اختي اسم الله عليكم، هتفضلوا قاعدين لي كده؟ ما تقوموا تتلحلحوا يا عيال، خلاص الزيطه خلصت. عايزه مننا ايه بس دلوقتي يا ماما بقى؟ عايزك يا ماما بقى تتلحلحي شويه، هي مش عطله وقله بركه. حاضر يا ماما، بس انت طلعي لبابا حبيبك وسيبينا شويه والنبي. ايه يا بنت اللي عماله اطلع لك في ايدك دي؟ اسم الله اسم الله، دي ميداليه ذهب، مين اللي جابها لك؟ تامر، اصله جه الحفله وما كانش عامل حسابه وجاب لي هديه، فاداني الميداليه بتاعته، فانا بقى اتكسفت واديته الميداليه بتاعتي. طبعا انت ميداليتك فضه، هو بقى جاب لك ميداليه ذهب، يعني لسه له بقيه حساب. خدي، صباحي على خير يا روح امك. وانت من اهله يا ماما. والنبي انا مش عارفه امك دي بتحسبها ازاي. كبري كبري، انا اصلا بقى مش ناقص صداع. بس ايه، واضح النهارده ان هبه كانت مهتمه بيك على الاخر يعني. النبي اسكتي، هبه ايه وبتاع ايه؟ لعلمك بقى انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. ليه ان شاء الله؟ هي هبه وحشه ولا وحشه؟ لا حلوه وزي القمر كمان، وبنت حسين بيه السمان الصحفي الكبير، ويمكن هي دي الاسباب اللي مخلياني ما اشغلش دماغي بالموضوع ده خالص. ليه يا ابني كده؟ انت بتقلل من نفسك كده ليه؟ انا مش بقلل من نفسي، بالعكس انا بحاول احافظ على نفسي وعلى كرامتي، لان الغبي هو اللي ما يتعلمش من تجاربه اللي قبل كده. وانا بقى اتعلمت اني ما ورطش نفسي في علاقه مع حد جايز يكون بينه وبين نفسه فاكر انه احسن مني. فهمتي؟ تصبح على خير. انت من اهلي. يا اديب يا اديب. الله، هو مال عمال يتنطط ليه كده؟ اهلا. هو الاستاذ شرف يعني، والنبي انت فاكر يعني ان انا عيد ميلادي يستناك؟ كل سنه وانت طيبه يا ست. وانت طيب. ما تخافيش، انا ما نسيتش هديه عيد ميلادك. طب هي فين؟ اتفضلي وريني. قولي بقى، هديه قويه جدا ولا اي كلام ولا اونطه ولا ايه؟ تصدقي انا كان المفروض اجيب لك مقص عشان يقص لسانك ده شويه. كل سنه طيب. وانت طيب. قولي الله، الحاج والحاجه فين النهارده؟ بابا ما كانش مظبوط خالص، فجأة بعد ما ضيوف مشوا جري على اوضته، وماما لسه محصلاه من شوية. ابويا ده اصله صاحب مزاج، عامل زيي بالظبط، ما يحبش دوشة العيال. اصل انت ما تعرفش. ايه؟ بابا النهاردة فجأة اتضايق، أول ما عرف إن تامر يبقى من اللي هو فريد البوهي، وقعد يبص له بصات غريبة طول الحفلة مش عارفة ليه. مين تامر ده؟ أنا ما قلتلكش، كويس إن أنت جيت، تعالى بقى نقعد نتكلم سوا. لا 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 لا. أنا دماغي وجعاني، أنا طالع أنام. أنت كمان حاولي تنامي ها؟ لو قعدت هنا مش هجيلك نوم. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ ابقى فوت على اخوك الطيب قبل ما تطلع تنام. ليه ماله؟ ما كان طالع يتنطط اهو. شكل اخوك كده بيمر بازمه عاطفيه، شكله خايف يحب تاني. ما يحب؟ وفي احلى من الحب ولا اجمل من الحب؟ وانت عايزاني اشجعه بقى انه يحب؟ لا يا اخويا، وانا مال، امك وابوك هما اللي مبسوطين بالبنت وابوها. ابويا وامي؟ لا انا اتحيرت معاهم، يحللوا الحب لاخويا الصغير ويحرموه عليا انا، مش حاجه تفرز دي. أخلص من عاشور، يطلع لي فريد البوي. إيه الحكاية؟ الماضي طالع يجري ورايا راوان لي. ما هو العقل والمنطق يقولوا إن الحاجة لما تقعد عند حد فوق السنة وما ظهرلهاش أصحاب تبقى من حقه، ومفيش حد قال الفلوس بتاعتي ولا من لها اصحاب. استغفر الله العظيم. طب ما انا عارف ان اللي خبطوا القطر عبد العاطي، ما حلتوش اللضا، يبقى شنطة الفلوس اللي كان شايلها بالعقل كده بتاعت عاشور.
على نفسي. اختي بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا منصور؟ بتكلم مين يا اخوي؟ بكلم نفسها فتحية. اولادنا هيجننوني. الولد بيحب بنت تاجر مخدرات، وبنتي جايبالي ابن الضابط اللي قبض عليه. وعاشور بقى لو ركز في الحكاية دي وعرف انه يبقى فريد البوهي هيتربص له ويتخرب بيتنا احنا. لا يا اخويا اعوذ بالله، وايه اللي هيلم الشامي على المغربي؟ ما كل واحد هيروح لحاله. ما هو ده اللي انا كنت عايزه، كنت مرتاح بعيد عن ده وده. لكن اعمل ايه بقى لعيالنا اللي ما بيحبوش الراحه لاهاليهم؟ في حكايه صفيه دي يا اخويا معاك حق، دول ناس مش من طبنا خالص ولا تلزمنا اصلا معرفتهم. انما الواد تامر بقى يا عيني عليه، باشا واد ملو هدومه كده. ايه بقى يا اختي؟ لا انا قصدي اقول لك بكره تقول فتحيه قال الواد يا اخويا ما شالش عينه من على بنتك في الرايحه والجايه، عمال يبص عليها عمال يبص عليها. وده من ايه ده؟ بنتك يا اخويا زي القمر، ربنا يحرسها والحمد لله رب العالمين، ربنا نجاها من الواد النصاب ده ووقعها في تامر. والله انا خايف توقعني انا في شر اعمالي. ليه يا اخويا كفل الشر؟ وانت فيك حاجه تتعيب يا ستي؟ ده مثل، استغفر الله العظيم يا رب. بقول يا فتحيه اعملي معروف، حطي عينيكي على بنتك وتابعيها كويس، واعرفي اخبارها اول باول، وربنا يسترها. مالك يا منصور يا اخويا قلقان من ايه؟ يا ستي مش قلقان ولا حاجه، هو حرام ان انا اخاف على مستقبل اولادي. يا حبيبي يا منصور ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويبارك لنا في عمرك، انت ربيتهم كويس واكيد اللي زرعته هتحصده. ما هو ده اللي انا خايف منه. هوريكي حبيب القلب اللي كان بيقولك ان ابوه رجل اعمال، قال ايه؟ استيراد وتصدير. شوفي شوفي شذا. ايوه شذا يا ابن رجل الاعمال. ما دي بقاله اعمال، وبعدين ده ترشي. اديني فرصه شذا اشرح لك. اشرح لي ايه وتقول ايه؟ تقول ان انت ضحكت عليا وفهمتني ان انت ابن رجل اعمال عشان توقعني في حبك وانت حته ترشاجي؟ لا اديني فرصة افهمك الوضع كان ايه. تفهمني ايه وتقول ايه؟ انت فعلا ما تستحقش ان انا حتى اقف اتكلم معاك. ادي مية الترش بتاعتك يا بيه. يعني انت شايفه ان الناس دي محترمه وناس كويسين ويستاهلوا ان الواحد يسال عنهم، ولا بلاش اتعب نفسي؟ انا اتعرفت على العيله كلها ما عدا اخوهم الكبير، كان في السوبر ماركت، واضح جدا انهم ناس طيبين وعلى نياتهم. لا والا ما كانوش كونوا الثروه دي كلها. جايز الام كده هي وبنتها، لكن الحاج منصور وابنه الكبير فتحي دول لا، دول مش سهلين. ما هو موقفك ده يا بابا هو اللي بيخلي تامر يتردد في علاقته باي واحده، وهو ده السبب انه لسه ما اتجوزش. يا بنتي النسب مش حاجة سهلة، ده رباط دم وبينتج عنه أجيال بتشيل أسامينا وتاريخنا.
بس انا شايفه بقى ان البنت دي اذا ضاعت من تامر مش هيعرف يعوضها، والف مية واحده يخطفها منه في اخر سنه في كليه التجاره، وابوها صاحب سوبر ماركت مشهور، وفوق كل ده حلو قوي. والله يا فوفا انت بتضحكيني دم خفيف. انت عارفه انت عامله زي ايه بالظبط؟ زي الام اللي عندها بنت دايره. يا بابا انا شايله همكم، بعد ما اتجوز هتبقوا لوحدكم ومش هتلاقي واحده تراعيكم، وانا شايفه بقى ان منار لو جت البيت هتعمل له حس وتاخد بالها منكم. كده ماشي يا فوفا، ما دام انت شايفه كده انا هطلع لتامر واقول له انا ما عنديش اي مانع، بس على الله يعرف يتحرك ويشغلها لاحسن ده ما يتضمنش في الحاجات دي. يلا قدامي. سافل انا شفت نور اوضتك منور، قلت اكيد صح. بابا ازاي حضرتك؟ اتفضل. ايه يا ابني مش من عوايدك يعني تبقى في الحاله الرومانسيه اللي انت فيها؟ ايه ده يا بابا، وانا باين عليا؟ طبعا من ساعه ما جيت من بره وما عدتش ترغي معايا زي عوايدك. المهم قول لي بقى، هي حلوه؟ هي مين دي اللي حلوه؟ البنت اللي انت قابلتها الليله. اديني التقرير كامل. يلا البيت بتاعنا ده بدمه تقيل قوي من غير واحده ست تنوره. يا سلام، وفوزيه فوفا اختي دي لو سمعت الكلام ده هتزعل منك قوي. اولا انا بقول لك واحده ست مش واحده بنت، وبعدين فوفا حبيبتي هتنور بيت جوزها قريب وتسيبنا لوحدينا. اه ده حضرتك مش عايز تضيع وقت بقى. لا ما تاخدش بقى الكلام بقى وتوهني كده، انا عايز اعرف على طول كده هي مين، اتقابلتوا ازاي، وقلتوا ايه لبعض. اسمها منار، بنت الحاج منصور صاحب السوبر ماركت اللي افتتحه المحافظ الاسبوع اللي فات. كلام جميل جدا. تحب بقى اروح اخطبها لك امتى؟ لا تخطب ايه يا بابا، يعني ده يعني ده ما حصلش حاجه، دول يا دوبك كده يعني كلمتين على الماشي. يا سيدي اللي ما حصلش يحصل، وبعدين انا مش هقعد استنى لغايه ما تحبوا في بعض وتتلوعوا وتموتوا في بعض كده، انا ما عنديش وقت، انا عايز البيت ده تتم فيه الحياه ويبقى لي حفيد صغير قد كده هو يسليني. بصراحه يا بابا انا ما اعرفش مشاعرها ايه، بس اللي متاكد منه انها مش مرتبطه، اصل معتزد ويدار حاول معاها وفشل، وانا بصراحه بقى مش عايز ابقى البديل. يا اخويا الكلام اللي ملوش اي طعم ده. انت بتديني فرصه بس. فرصه ايه؟ انا عارفك انت مستني لغايه ما هي تكلمك، ما انت عملتها قبل كده يا كسري، عجبوك ومن كسوفك ما اتصلتش باي واحده فيهم لغايه ما كلهم طاروا. لا يا بابا بتصل، بس بصراحه بقى انا ما بيعجبنيش دلعهم، الواحده منهم تبقى معجبه بيا وبعد ما نتكلم شويه تقولي لا اصل انا بعتبرك اخ او صديق، وبعد كده اول ما انساها على طول تفضل تجري ورايا، ساعتها بقى بصراحه تنزل من نظري. اخ انت ساذج يا ابني، ده طبع كل البنات، ولو انت فاكر ان بنت اسمه ايه الحاج منصور ده غيرهم تبقى غلطان. الو ايوه مين؟ انا تامر. ايوه يا منار، انت لسه ما نمتيش؟ لا يا سيدي لسه ما نمتش، وانا بودع بالهدايا شفت الدبدوب بتاعك. قولي بقى مش عايزه؟ وهو معقوله يعني اخد حاجه معتز داس عليها برجله؟ انا قلت كده برضو، بس انا بقى بستاذنك انك ما تكسفنيش، انا لازم اجيب لك هديه بداله بتكون على ذوقي، ممكن؟ مش كفايه ميداليتك؟ لا طبعا مش كفايه، انت هديتك طلعت ميدالية ده وانا ميداليتي طلعت فضة، معنى كده ان انا مديونة لك بكتير قوي. لو عايزة توفي الدين ابقى انا المديون. لا كده بقى يبقى انت حاسبها غلط. انت حساباتك مادية لكن انا حساباتي عاطفية. هات التليفون يا راجل. بنت يا منار اسمعيني كويس، انا ابو تامر وبقول لك اهو تامر معجب بيكي جدا، ولو انت عندك نفس الشعور خلصونا عشان نخطبكم لبعض. ماشي الكلام؟ اتفضل يا سي روميو. الو ايوه الو، قفلت السكه بابا، قفلت السكه. كويس احسن، الدور عليك بقى تكلمها، ولا تحب بقى اكلم ابوها واخد منه ميعاد؟
انا مش عارف ايه اللي مسهر حضرتك لحد دلوقتي. ممكن تتفضل تنام، عليك المفروض بتنام بدري. صباح الخير يا حبيبي، صباح الخير. امري لله، ولد ممل صحيح. صباح الخير يا بابا. يا رب هبه تكون صاحيه عشان تديني تليفونها. ايه اللي انا بعمله ده؟ منار، انا بحبك. وانتي؟ بكره هقول لك. باي. تسعة وتسعين مية. وانا مبروك. انت هذا مبروك. وخد دول كمان 10,000 جنيه بالتمام والكمال. صباح الخير. امال فين مبروك؟ يا صباح الفل. صباح الخير يابا. قوم انا جات. شوف مبروك فين وحضر افطار لابويا بسرعه. عينيا يا سيدي. يلا بسرعه. اتفضل يابا. ايه انت هتستلم بضاعه ولا ايه؟ لا يابا، انا هسلم فلوس النهارده، والبضاعه هستلمها بعد 15 يوم. وايش ضمنك ان هو مش هيغدر بيك؟ لانه مش محتاج يغدر بيا ولا بغيري يابا، لان اللي هياخده مني النهارده سبق وكسبني قده 10 مرات. يعني تقدر تقول كده انها فضله خيره. في حد بيطمع في فضله خيره؟ الكار ده غدار يا ولدي. ايوه يابا، بس مش مع الفولي بيه يا ولدي. انا بدي انك تعمل لك مشروع تعيش منه انت واولادك، ونحمد ربنا ان ربنا سترها لحد كده. ما انا ناوي يابا، بس مستني لما لم فلوس كتير تكفي حق القهوة وتجديدها. وناوي تبقى صاحب قهوة؟ بدي اشتري قهوة حماية يابا واكتبها باسمك، واشيل يافطته الجربانة واكتب يافطة باسم عيلة الششتاوي الكبرى. وقت صوتك يا ولدي لمرتك تسمع. ده يوم المنى عندها يابا، لان ابوها ظلمها وباع القهوة لمراته وحرمها من الميراث. برضه يا ولدي اجبر بخاطرها، عقل النسوان صغير وبيجلب في لحظة. المهم يابا، ايه رايك في الفكره دي؟ زين، فكره زين، بس المهم القهوه تبقى قهوه وبس. تقصد ايه يا معلم ششتاوي؟ اقصد يا ولد الحكومه مش عبيطه. اذا كنت ناوي تفتح القهوه دي عشان تعملها ستار في شغلك، مش هيعقل. الحكومه هتعمل لك مليون خرمه عشان تطلع عليها. مش هيشوفوا غير اللي انا عايزهم يشوفوه يابا. بلاش الغرور يركبك يا ولدي. سابق الغرور ركب المعلم عاشور لحد ما جاب راسه. المعلم عاشور واخدها عافيه ولو يدراعي يابا، لكن انا متربي هنا في مصر واعرف كيف اسايس اموري واطاطي للريح لما تعدي. لكن المعلم عاشور ما بيعرفش يطاطي، ودايما يقول حقي برقبتي. يا مجل، وكلنا عليك يا عاشور يا ولد عمي. خايف بدل ما تجيب حقك من الصعيد تجيب رقبتك. يبقى مجرد خبر في ورنان يابا. هايل يا دكتور عبد المنعم، تغطية ممتازة لندوة اتحاد الكتاب. شكرا يا حسين بيه. في حاجة كنت قلت لي انك عايزني عشانها. ايوه، لحظة واحدة بس. يا خير يا استاذ حمدي، في ايه؟ في حاجة قلقاني في مقال الاستاذ عبد الوهاب الاسبوعي. ايه اللي قلقك بالظبط؟ في تلميح بالفساد على ده. الأستاذ عبد الوهاب ألم وشريف وجريء، وأنا واثق في كل كلمة هو بيكتبها. وبعدين ده بقى ريحته فاحت قوي. انشر المقال زي ما هو، يمكن يختشي على دمه ويلم نفسه شوية. بيشتغل من الباطن ومحدش قادر يمسك عليه حاجة. ما احنا كلنا عارفين كده، وده اللي قايله الأستاذ عبد الوهاب.
اتفضل يا سيدي. اسمع اسمع معانا يا دكتور عبد المنعم. اتفضل. ان بعض المسؤولين يطلقون ايديهم في اعمال لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فلماذا لابد من وجود مصالح او دوبلير يفسد مشاهد التنمية الجميلة؟ نفس الكلام. يعني سيادتك شايف اعمل ايه؟ انشر المقال زي ما هو وعلى مسؤوليتي انا. حاضر. عن اذنك. اتفضل. ايوه حسين بيه. ابننا الطيب اللي قريت القصة بتاعته الجميلة اللي عجبتك. طبعا يا طيب تعرف الدكتور عبد المنعم. طبعا الدكتور عبد المنعم كان استاذي في الجامعة. وكمان هيبقى استاذك في بداية طريقك للأدب. أنا بقى هديكوا فرصة تقعدوا مع بعض في مكتب الدكتور عبد المنعم. وأرجو من الدكتور عبد المنعم إن هو يكتب لي تقرير وبمنتهى الأمانة عن الطيب. وهل يا ترى في أمل ولا بيتسلى ويضيع وقتنا؟ وبعدين بقى هما الأدباء بيفضلوا سرحانين كده على طول كتير ولا إيه؟ أبدا والله، بس زي ما تقولي كده دماغي مشغولة شوية. اوعى يكون في حاجة حصلت من بابا ضايقتك. لا ما هو انت لازم تقولي، اصل بابا ممكن تطلع منه كلمة كده ولا كده بدون مجاملة او بعشة. بالعكس، عكس كلامك هو اللي مضايقني. ابوكي كان بيجاملني جدا، وده خلاني اسأل نفسي يا ترى بقى هو بيعمل كده عشان انا فعلا استاهل ولا مجاملة ليكي. هو ده بقى اللي انا كنت خايفة منه. لعلمك يا استاذ، انا قدمت لبابا قبل منك حوالي 100 شاب من جميع الاوساط والمستويات، وكل واحد يعرف ان انا بنت حسين بالسمان كان يعرض عليا مواهب، وانا بقى بدوري اروح اقرف بابا وياخد مني الورق بتاعهم ويقراه علشان خاطري انا. ده بقى زي اللي انت عملتيه معايا بالظبط. اتنين بس اللي ما شتمهمش، انت والاستاذ سامي سلام. وعلى فكره سامي سلام ده هو اللي شغال معاه دلوقتي، ولو سألت الأستاذ سامي هيعرفك مين هو حسين بيه السمان. اعذريني يا هبة، أنا أصلي لسه محتاج أقتنع بنفسي كمؤلف وكأديب. أنا قعدت مع أبوكي وبعديها قعدت مع الدكتور عبد المنعم يجي ساعة. بيني وبينك حسيت إن ثقتي في نفسي اتهزت، وجالي إحساس إن أنا متسلق ومدعي الأدب. هو انت للدرجات دي كده بتفقد الثقة في نفسك بسهولة كده؟ انا ما قلتش اني فقدت الثقة خالص في نفسي، انا بقول ان ثقتي في نفسي بس اتهزت شوية. والعلمك بقى ده طبيعي، لان الدكتور حسين السمان والدكتور عبد المنعم ناس ليهم ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم. حسيت جابوهم ان انا صغير قوي. عموما انا هرد عليك بنفس كلام بابا اللي سمعت منه قبل كده، اللي عايز يبقى شيء لازم يستفيد من كل شيء، وانت حواليك حاجات كتير جدا مش موجوده عند ادباء كتير، يعني عندك فرصه كبيره انك تتعلم من كبار الكتاب الموجودين في مجالات كتير قوي. لازم تتحمل وبعدين تتعلم قبل ما تقول انا مين. يا بختك بابوك يا هبه، اكيد بتتعلمي منه كتير. مشكلتي بقى مع ابويا ان تفكيره غير تفكيري خالص. باختصار كده انت المسؤول عن العجز ده. يا حاج ما انا وعدتك ان انا هسدد النص مليون اللي عليا. اللي ابوه وامه الحساب ما يغلبش. بص يا حاج، في واحد بره اسمه ست اللي هو فريد ابوه عايز يقابل حضرتك. ليه؟ خليه يتفضل. اهلا 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 يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج منصور. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج منصور؟ اهلا بيك. فتحي ابني دراعي اليمين والمدير هنا. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا يا باشا. اهلا يا باشا. بسم الله ما شاء الله، شيء عظيم جدا. الحمد لله يا باشا، ما كانش بالسهل ابدا. عارف. اتفضل. اتفضل. الناس الشرف اللي زيك يا حاج بيطلعوا السلم واحدة واحدة، من مدير إداري في هيئة البريد، لبقال، لمستورد أغذية محفوظة، لسوبر ماركت صغير، لغاية ما بقيت بسم الله ما شاء الله صاحب أشهر سوبر ماركت متعدد الطوابق. ما
شاء الله سيادتك عارف تاريخ حياتي كله. طبعا كان لازم اسال عنك كويس قوي قبل ما احط ايدي في ايدك واطلب منك ايد بنتك منار لابني تامر، واظنك شفته. طبعا هو الحقيقه ده شرف عظيم لينا. طبعا الحقيقه الست ام فتحي دي فيها شيء لله مؤكد. اللهم صل، ما شاء الله ما شاء الله، لانها الحقيقه كانت امبارح بتحكي لي اللي بيحصل ده كله. ما شاء الله. هو الحقيقه ابني تامر ما بيعرفش ازاي يخبي مشاعره، علشان كده ما فلحش في كليه الشرطه رغم ان انا ابوه. لا مؤاخذه يا باشا، هو ابن ساعتك مشغلي. هو صحيح ابن اصول، لكن الشغل عصب الحياه. سامحني حضرتك، انا برضو لازم اطمئن على مستقبل بنتي. حقكم طبعا. انا ابني حول من كليه الشرطه لكليه الحقوق واخد الليسانس الحمد لله. هو حاليا بيدير املاكه واملاكي. انا عندي مزرعه 1000 فدان في الطريق الصحراوي، وهو اللي متولي شؤون ادارتها. ولا انت يا حاج منصور تفضل موظف. الله يكون في عون الموظفين يا باشا. وانا سبت الوظيفه من شويه، انا ضيعت معظم عمري في تراب الوظيفه الحكوميه ويا دوب عشان ااكل اولادي. لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله من العمل الحر. انا بكل فخر من الناس القليله اللي استغلت الانفتاح، ايام الانفتاح، بكل نزاهه وشرف. ولا عمري دخلت بضاعه منتهيه الصلاحيه ولا دخلت ممنوعات، والحمد لله ربنا اكرمني وكسبت بالحلال. وسيادتك بقى عارف الباقي. عموما ربنا يكتر من امثالك يا حاج منصور. طيب المهم هتسألوا عننا وترد علينا امتى علشان نيجي نزوركم؟ صعب يا باشا، تاخذنيش. طبعا ده شرف عظيم لينا يا باشا، بس سعادتك انا لازم اخد رايها الاول زي شرع ربنا ما بيقول. لا انت سيادتك ليك كلام تاني. شوف يا حاج منصور، انا جيت هنا بالشرع ولازم نمشي بالشرع، وانا سعيد اني هناسب ناس اصلهم شريف زيكم. على اذنكم. الله يا باشا، راجع فين؟ وده كلام برضه ما يصحش، لازم حضرتك تشرب حاجه. اشرب الشربات في بيتك ان شاء الله يا حاج منصور. ماشي، يلا سلام عليكم. شكرا يا باشا. مع السلامه يا باشا. امان الله. هنيست وشرفت. امان الله. اطو عزيز يا باشا، الف سلامه. الله يا حاج، مالك في حاجه؟ زي اللي مش وازن نفسي، زي اللي مش مصدق اللي بيحصل. فريد باشا البوهي مساعد وزير الداخليه بيتشرف بنسب انا. الله، هو انت شويه؟ ده انت الحاج منصور. يعني اشرف ولادي فعلا، حاسس ان البالونه اللي فوق نافوخي دي عماله تملى وتملى، زي اللي هتفرقع وتغرقني باللي فيها. الله، بالونه ايه يا حاج؟ ايه حاج مالك؟ لا لا الحمد لله كله تمام. انا بس بقول يا رب استر الكمال لك وحدك يا ستار. ايه يا حاج مالك؟ تخضتني عليك. ايه ده؟ للدرجه دي انت مش مصدق نفسك؟ انا كويس. اقول لك ايه؟ انا عايز امشي من هنا، مش عايز اقعد دقيقه واحده هنا. اتفضل يا حاج، تعالى تعالى تعالى. روحني. تعالى يا حاج. روحني. انا اصلي عايز امدد على السرير كده واصلوا بضهري واتلم على نفسي. اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. طبعا هقول مش موافقه.
هو في واحدة ترضى تتخطب لواحد استخسر فيها مكالمة تليفون وكلمني وكأنه كده بيبعت تيلكس وياريت استنى الرد بالموافقة؟ لا رديتي وقلتيلي بكرة هقولك. طب بكرة خلي بالك ان بكرة ده مش هيجي علشان كل يوم ليه بكرة. افهم من كده ان ردك مش هيعجبني؟ لا ما اقدرش اقولك طبعا لازم تبقى خطيبي رسمي الاول. يعني موافقة؟ خلاص امري لله اصلك بصراحة صعبت عليا قوي. موافقة بقى باي. يا اختي بركة 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 الف نهار ابيض الف نهار مبروك. ايه يا ماما وفي ايه؟ يا ماما في ايه؟ هو صحيح ابوه سيادة اللواء راح لابوكي؟ كان مستعجل قوي حتى ما اخدش رأيي وده مضايقني. يا بنتي يا عبيطة كده مادام ما اخدش رأيك وراح لابوكي على طول يبقى شريكي. مساء الخير. مساء النور على عيونك يا حاج. هو صحيح سيادة اللواء جالك؟ الله انتوا عرفتوا منين؟ اخ منك اخ. ايه انت يا بنتي انت بقى انا مرضيتش اديهم كلمة الا لما ارجعلك واعرف رأيك يطلع ان انت متفقة. لا والله العظيم يا بابا ده حتى تامر ما كانش عايز بابا يستعجل يعني وقال له استنى اما اسالها فبابا قال له بدل ما انت اللي تسالها بابا هو اللي يسالها. ايوه انا اسال وهم يسالوا ويسالوا عن تاريخ حياتي. عموما الف مبروك يا بنتي. بلغي بقى عريس الغفله ان احنا ان شاء الله الخميس اللي جاي هنكون في انتظارهم هنا نتفق ونقرا الفاتحه. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. شفتي اختي عروسه عروسه. اديني يا ستي عملت اللي عليا والدور والباقي عليهم. يعني ما قالكش اي راي يا بابا؟ كان مرتبك طبعا ضارب لخمه كانه مش مصدق نفسه. الو ايوه منار ازيك؟ انا فوف. لا انت ما خدتيش بالك مني المره اللي فاتت لكن انا اخدت بالي منك كويس قوي. عموما يا ستي المره جايه كتير. طيب خدي تامر معاك اهو. الو ايوه منار ايه خير طمنيني. يوم الخميس الجاي؟ طب الميعاد ايه؟ اصل بابا دقيق قوي في المواعيد. طيب اوكي باي باي. ايه الاخبار؟ مستنينا يا بابا يوم الخميس الجاي الساعه 7. كويس ان انت حددت الميعاد بالظبط لان هيكون معايا ضيوف مهمين جدا هيحضروا قرايه الفاتحه والناس دول وقتهم سمين. تمام يا فندم. اطمن يا بوي وحط بطنك بطيخه صافي. انا رشكت البلد كلها برجالتنا واول ما يطب عاشور الصمتي هيستقبلوه بعيار في صدره والحكومه تنقلب علينا. وايش دراهم ان احنا اللي قتلناه؟ عاشور له عداوات ياما في البلد. تتك داهيه في عقلك الضيق ومخك الزنخ. انت فاكر ايه؟ هيقولوا عاشور خلاص كلبه وراح؟ لا ده وراه عيله تسد عين الشمس ونصهم مطاريد يعني بيقتلوا من غير ما يقولوا احنا ولا دستور. لساك فاكر حسان حي يا ابوي؟ ايوه لساه حي. انا سالت حبايبي في الصمتة نصهم اكدوا لي ان هو لسه حي بس قالوا لي خلاص كبر وعجز لكن قلبه لسه قاسي وما بيرحمش. مدام عارفك دي عاوز تعديه ليه يا ابوي؟ لو سبته ياخد حقه بكيفه مش هيكفاه كل اللي حلتي. روح روح مشي الرجاله اللي تبعك قل لهم عبد الرحيم المطيعي مش محتاج يغدر عشان يدافع عن داره. أمرك يا بوي بس ما قلت ليش هتعمل ايه لو عاشور طب البلد؟ عاشور قلبه حامي لو كان عايز ياجي كان جه لكن يظهر انه قصر الشر وسابنا لحالنا. وان ما قصرش الشر وجه هرجع السجل تاني
أوجعه في الغلط وأبلغ عني، وساعتها هيعتقلوه وما يخرجش للأبد. يا بنتي هتقتلي نفسك، كلي لقمة عشان تتقوتي. ماليش نفس، حلقي مر علقة. ليه يا بنتي؟ وبعدها لك يا صفية، أبويا لو قتل حد مش هيفوتوه، وإن ما قدروش عليها يكون مصيره مع عمي في الجبل، يعني هنحرم منه العمر كله. طب اسأليني أنا وأنا ريح قلبك، عمك حسان مش هيفوت أبوك يزفر يده بدم حد وهيشيل الحمل عنه حتى لو حصلت الكتل. يعني لو حد من الطوالبة وجع هينداروا على مين؟ مش هيلاقوا عمي قصاده، مش هيلاقوا غير أبويا، يعني النتيجة هتبقى واحدة. يا بنت اصبري اصبري يا بنت، الطار نار وكبارات البلد مش هيفوتوها تولع فيهم، وانا اهو وانت اهو، ان ما كانوا يعملوا قعدة صلح ويرادوا ابوك عشان النار تخمد. يا ريت يا ريت يا عمتي. طب كلي بقى، كلي حتة الفرخة دي تقوتي بيها، وصدقيني لو حصل اي حاجة في البلد الخبر هيوصلني هنا في نفس الوقت، وما دام ما فيش حاجه وصلت يبقى ما فيش حاجه تخافي منها. كلي كلي. ربنا يطمن قلبك يا عمتي زي ما طمنتيني.